سجل الموسم الماضي، ماخذ السوبر، وصيف الدوري، واصل نصف النهائي في كاس الملك، نصف النهائي في كاس اسيا. يا جماعه الخير، ترى هذه اشياء مش كل نادي يقدر يسويها. لا، مو مشكل نادي، هذه كانت احلام عند النصر. اي يعني خلنا واقعيين، الواحد يعني النصراويين يمون عليهم شويه يعني. ترى هذه كانت احلام عند النصر، صحيح، انك تكون منافس اول، انك تاخذ الدوري وتنافس على الدوري اللي بعده، وتوصل نصف نهائي كاس ملك، توصل نصف نهائي اسيا، تخرج ضربات صحيح. طبعا انا مع اللي صار بالامس، اخطاء يجب ان تناقش صحيح مع المدرب، وتناقش بجديه. بس شوف، تعرف كل شيء انا في موضوع النصر، كل موضوع النصر يعني الين قبل الهوى بدقيقتين تتفهم، اللي يبغى فيتوريا يروح، اللي يبغى بيتروس يقعد، الا شيل موسى، رد موسى، حمد الله ليه، كل هذا يعني مفهوم، حتى من الجمال عطفي مفهوم. اما اللي ما فهمته ابدا، عير الكوري. شوف كل اللي قالوه كوم وعير الكوري كوم، الرجال مسكين ما بعد الرجال ما بعد حفظ اسماء اخوياه في الملعب، لسه ما عرف يضيع بينه اول مباراه اعاره. والله شيء غريب صراحه. لا، وعلى فكره انت قلتها، ويمكن تجرأنا فعلا نقولها، انت قلت بالنسبه للنصر الوصول لهالمستويات، انه نصف نهائي اسيا والوصول لنصف نهائي كاس الملك وكاس السوبر وصيف الدوري في موسم واحد، هذه كانت احلام بالنسبه للنصراويين. ايضا الصفقات اللي حدثت مع النصر، هذه كانت احلام بالنسبه للنصراويين. ايضا النصر يكون الاول كملاءه ماليه في الانديه السعوديه، هذه كانت من الاحلام والعمرها صارت عند النصراويين. احنا نعرف حتى تاريخ الملاءه الماليه الكرويه في السعوديه، كانت بين الهلال في اوقات، الاتحاد في اوقات، الاهلي في اوقات، النصر في تاريخه ترى يعني بامانه، لا هي شوف يعني ما كانت حتى بهالملاءه الماليه. موضوع الملاءه الماليه كانت الاتحاد اوقات مع الهلال والاهلي في اوقات، ترى لا الاهلي جاء له وقت واحد، الله يبحلى جاي لك الحكي. الملاءه الماليه كانت طول عمرها الاتحاد شوي مع الهلال، بعدين كانت الاهلي شوي مع الهلال، الحين النصر شوي مع الهلال. الهلال الملاءة المالية والقدرة الموجودة عنده الشرفية من سنين، سنين طويلة. يعني الهلال يعرف بالضبط احتياجاته، ورجال الهلال يعرفون يوفرونها له ويخلصونها. فموضوع الملاءة المالية الجديدة على النصر جديدة، لا جديدة أكيد. فاصل قصير بعده معه.